وتقولي النهارده نجوى زهران. بقول نجوى زهران الف مبروك يا نجوى، انا من اوائل الفنانات اللي لبسوا من نجوى ومعجبه جدا جدا بشغلها، وشايفه ان هي قريب جدا هتكتب اسمها من ضمن المصممين العالميين، لان هي بتعمل حاجه مشرفه جدا في مصر. وزي ما انتم شايفين هي عامله ديفيليه، ان شاء الله ان شاء الله هيكون حاجه قويه جدا جدا جدا. دينا، ايه اللي بيميز نجوى عن اي مصممه ازياء تانية؟ ان هي عندها فكر مش بس السواريه والجراند سواريه، هي عندها دمج ما بين خطوط كتير قوي، بتطلع لك في الاخر حاجه جديده، وبتفهم قوي في كل شكل، يعني شكل وشك هيليق عليه ايه، شكل جسمك هيليق عليه ايه، فهي شاطره جدا جدا في الديكور والشكل المختلف اللي احنا شايفينه النهارده ده. شايفه حاجه يعني حاسه انها بتنافس ال 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 الديفيليهات العالميه، وحاسه ان انا هدخل جوه كمان هشوف مفاجاه جامده جدا. يعني دينا، انت شايفه ان انت محظوظه ان انت معروض ليكي فيلمين في موسم واحد؟ احنا جايين النهارده نبارك لنجوى زهران ونقول لها مبروك، ما بنتكلمش عن اي حاجه غير عن الحدث اللي احنا فيه. فانا مبسوطه كمان بالتجمع الاعلامي، وان احنا اعلام مصر بيساند مصممه مصريه علشان تقف على رجليها وتكتب اسمها بشكل قوي، والبركه فيكم طبعا اكيد. بس اكيد هتقول لنا بتحضري ايه رمضان ده؟ سؤال عادي. والله لسه انا بصور قيد عائلي هينزل ان شاء الله 2 مارس الشهر الجاي. بشكركم جدا.